نروح للحلقة بعد كده المهمة، وهوريك حاجة مهمة هنا يا كابتن. أنا مش هتكلم يا كابتن عادل، كابتن شريف، يا كابتن ماهر. دي طرد، دي واضحة هنا جدا. يعني أنا أسأل سؤال، فين القرار؟ وفين الإنذار؟ وفين البطاقة؟ صحيح. ده دليل على إيه؟ حاجة من الاتنين، يا أنت شايف مش عاوز تحسب، يا أنت فنيا قليل ضعيف، ما عنديش أي خيار تاني يا كابتن أيمن. الكرة دي سمكة. أيوة، لو فنيا ضعيف الفار يديله دي فيها، ولو فنيا ضعيف ما يجيش في المباراة دي يا كابتن عادل. المباراة دي أكبر منه، فينا جون. الكرة دي بقت علينا إحنا، وكانت هتخش جون. دي هنا حصل منها مخالفة يا كابتن أيمن، أنا بس بوريك الأخطاء. هذه مخالفة لم تحتسب ولم تشهر فيها البطاقة. هذا قرار مين؟ هذا قرار الحكم اللي هو تقريبا فنيا ضعيف جدا جدا جدا. بطاقة كابتن ناصر هنا بطاقة صفراء ولا أحمر؟ كابتن هنا كمان في حاجة، ده أنا بقول أضعف الإيمان. الصفرة تطلع، ده ما طلعش الصفرة يا كابتن ماهر. الصفرة مش هيروح، ده انا بضعف الايمان. ولكن هنا لو الخطأ، لو الاستاذ رايح بقوه، هو اصلا حسبها؟ لا، ما حسبش اللعبه يا كابتن. بقول لك ما هو لم يحتسب اللعبه، إيه، والانذار اللي لم يشهر. ما حسبش كابتن ناصر في نقطه، اتفضل. هو دي، هو ما حسبهاش خالص، هو مش معتبرها فاول. بس دي ترتقي لاحمر عشان رجله عاليه. تمام، صح كابتن، يبقى الفار يجيبه عشان الاحمر. بالظبط. هقول لك على حاجه مهمه كده. احنا قلنا الستارز يا كابتن لما بيروح فوق الحذاء، احنا قلنا ليه الحذاء فوق الحذاء؟ ليه؟ الحذاء بيحمي القدم. مظبوط، انت معايا يا كابتن ماهر؟ الحذاء بيحمي المنطقه اللي هو القدم. فوق الحذاء منطقه مش محميه. لما الستارز يروح في فوق في القصبه او في الانكل من فوق بهذا الشكل، لابد ان الفار يستدعي الحكم. خلي بالك، انا اجيب لك حالات، وحالات كتير جدا لو احنا قعدنا نحكي على الحكم، حالات في التوقع وفي التمركز. تعال نروح للحاله اللي جايه، تعال نروح للحاله الجايه ونشوف. طبعا هنا مخالفه رقم 25 اللي كان في بدايه انا قلت حكم شجاع. هذا اللاعب 25 ارتكب ثلاث مخالفات، عمل فاول ثاني بعد كده. مظبوط. فين البطاقه الثانيه؟ مظبوط. بجد يا كابتن مال، بجد انا صح. انا بجد صح. بتكلم بجد. انت طلعت شجاع واشهرت البطاقه نتيجه استخدام المرفق او الذراع. طب هذا اللاعب ارتكب ثلاث مخالفات على مدار شوطي اللقاء، مفيش الثانيه الصفره ما طلعتش. انت شفت الجون لما مسكه وقعد يهدي فيه عشان ما يروحش على محمد طاهر؟ قال له انت واخد انذار، واخد انذار. بالظبط كده، بالظبط كده. تعالى بص يا كابتن، انا عندي لقطه برضك يا كابتن تلخص كل الكلام ده، بس يا ريت تجيب لي اللاعب وهو بيعترض على الحكم، تحس ان اللاعب هو الحكم والحكم هو اللاعب يا كابتن. يعني شوف، لا انا عندي لقطه، يعني اللاعب صن داونز وهو بيعترض اللي هو بايدين الاثنين. تعالى يا كابتن، بيهدد. فين شخصيه الحكم؟ سؤال. انا لو حكم ولاعب بهذا الشكل، على الاقل بتبقى صفر، بطاقة صفراء. انت بتحس ان الحكم بيدي تعليمات، اللاعب بيدي تعليمات للحكم. الحكم فين الشخصيه؟ الشخصيه مش موجوده، قرارات فنيه مش موجوده، توقع وقراءه مش موجودين. خطا مؤثر في نتيجه المباراه كابتن عادل، عدم احتساب خطا مؤثر تماما. طبعًا. تماما اتكلم على خطا هدف 1-1 يخلي الدنيا تتغير. تعالى اوريك اخر حالتين او اخر حاله عشان نبقى. تعالى يا كابتن، والله لو هذا الحكم في الدوري المصري لتم ايقافه على الاقل 4 اسابيع. ليه؟ دي ما اتكررتش مره واحده يا كابتن. ثلاث مرات تتكرر مع الحكم. انا مش متجني عليه، ولكن لما نبقى نيجي الحكم، توقع ما فيش، قراءه ما فيش، قرارات فنيه ما فيش، شخصيه ما فيش، وبتدير باللقاء من اهم اللقاءات اللي موجوده في هذا الدور، لا في مشاكل تحكيميه. وانا بقول النهارده التحكيم لم يكن على الحياد، والنادي الاهلي له ركله جزاء واضحه جدا اثرت في نتيجه المباراه، نتيجه عدم وجود، بقول من رايي الفار ما كانش موجود النهارده كابتن، شاهد ما شافش حاجه ماريا ريفيت الحكم من مورشيس. الحاجه الثانيه، هو معنى ان لعيبه النادي الاهلي ناس مؤدبه وناس لا تعترض. يعني لعبه بس ده كابتن عادل، لو اللعيبه راحت اعترضت وديت احاء اللي يعني اللعيبه ما بتعترضش، وطلبت الفار كمان يا كابتن. وكانت طلبت الفار. بالظبط. ولكن اللعيبه يعني بتثق في الحكم. ولكن الحكم النهارده لم يكن على مستوى الحدث. عيسى سي عندنا الحكم السنغالي في اللقاء اللي جاي، اتمنى عيسى سي يؤدي، وان شاء الله النادي الاهلي هيعوض ان شاء الله باذن الله، وهيفوز وهيعدي، وان شاء الله النادي الاهلي قادر على ان هو يتحدى الكل ان شاء الله، سواء صن داونز او الحكام. توفيق ربنا باذن الله، ان شاء الله قادر على تخطي ان شاء الله صن داونز باذن الله. شكرا كابتن ناصر، شرفتك. شكرا كابتن.